عارف ان وقتك خلص، انت كنت مدينا نص ساعه بس. انا عندي سؤال اخير، هعود تاني لنفس السؤال اللي يهمني. بعض الناس بتحسبك على السلطه، بيقولوا على الفيس بعت لنا بيقولوا انت تبع السلطه، بجزائريين بيقولوا كده. انا بقول لك الحقيقه، بعتيني بيقولوا كده. اي خطاب متوازن يريد ان يوازن بين المحافظه على الدوله ومؤسسات الدوله والمطالبة بإصلاحات وبديمقراطية يصنف هكذا، لأنه نحن في المنطقة العربية نريد يعني الأسود والأبيض، يا إما معايا إما ضد، هذا هو المعادلة الصفرية. فبالتالي المهم هو الحق، أين الحق وماذا تؤول إليه الأمور، وليس التصنيفات الفئوية. سؤالي لحضرتك مرة تانية عن معلش المدينة اللي أطلق فيها البيان السيد جنرال قائد ولاية ورقلة. ورقلة، وأنت ذكرت أنها المنطقة الرابعة في الجيش، هي الولاية الرابعة. لا، احنا في التنظيم العسكري، ليس احنا الجزائر إداريا 48 ولاية، لكن في التنظيم العسكري هناك 6 ولايات فقط. زي عندنا المناطق الجنوبية، المناطق بالضبط، المناطق يعني هي منطقة عسكرية، المنطقة الرابعة. نسميها الناحية، بالمناسبة أنا أخطأت، الناحية. نسميها الناحية، نسميها في مصر احنا المنطقة، نسميها الناحية العسكرية، المنطقة الرابعة العسكرية، وهي منطقة مشتعلة، وهي أكبر تجمع للقوات المسلحة، مظبوط يا فندم؟ نعم. حضرتك لما سألتك أنا عن مغزى إنه يعلم من ده، فأنا قلت هي رسالة موجهة للخارج. بالضبط. سؤالي بقى، يعني هل تحتاج إلى تفكير حضرتك في إن أحمد قائد صالح، الجنرال أحمد قائد صالح، كان قاصدا لإعلان الإعلان ده من هذه المنطقة، وهي أقوى منطقة عسكرية أو منطقة نفوذ قوي عسكري يعني، هل هي استقواء بالجيش؟ هل هي استعانة؟ هل هي رسالة إلى الحراك بأنه الجيش هو اللي بيتكلم وأن الجيش هو المؤسسة الأقوى؟ هو من هذا الجانب لا يحتاج إلا في أنت ذكرت دلوقتي قلت رسالة للداخل. لا لا لا، أنت قلت رسالة للخارج ورسالة للداخل. هو قال في كلامي هناك مؤامرات داخلية وخارجية تستهدف الحراك، داخلي الحراك، لكن اختيار ورقلة هو للخارج. ربما لا تفهمني، اختياره لمدينة ورقلة هو للخارج، لكن هو في خطابه يقول أن هناك مؤامرات أو شبه من هذا الكلام، المؤامرات تستهدف الحراك داخليا وخارجيا. تمام، بس هي الرسالة للخارج، رسالة للخارج.